الآن العالم منقسم قسمين، مؤمن وكافر، محسن ومجرم، صادق وكاذب، منضبط ومتفلت، وهكذا. وهذا الانقسام في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مجتمع، إلا أن القسم الأقل هو القسم الأول. أيها الإخوة الكرام، تعوذوا بالله من أن نكون مع القسم الثاني، مع القسم الذي يعم معظم الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم. يبدو أن الله أطلعه على ما سيكون في آخر الزمان. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لهذه العصور الثلاثة الأولى التي كان فيها الإسلام متألقا: البطولات، الوفاء، الكرم، الحياء، المروءة، النجدة. طبعا امرأة قالت: ومعتصمة. المعتصم لم يجلس حتى جهز جيشا وغزى الروم وأنقذها. رب ومعتصماه انطلقت، ملأ أفواه البنات ليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، بكاء منخفض لهذا الذي نسمعه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يظهر النفاق، موجة نفاق تجتاح العالم، النفاق للأقوياء ولو كانوا مجرمين، والنفاق للأغنياء ولو كانوا مبذرين. يظهر النفاق وترفع الأمانة، الاحتيال والكذب والدجل وابتزاز أموال الناس، وتقبض الرحمة، ويتهم الأمين، ويؤتمن الخائن، ويكذب الصادق، ويصدق الكاذب. أيها الإخوة الكرام، من علامات قيام الساعة أن الحياء ينزع من وجوه النساء، وأن النخوة تنزع من رؤوس الرجال، وأن الرحمة تنزع من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكسر الزلازل، ويتقارب الزمان، تنتقل من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر في ساعات، وتتصل مع أقصى مكان في الدنيا في ثوان. يتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج. ما الهرج؟ قال: القتل، قتل كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه،
مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يتطاول الناس في البنيان، الأبراج 50 طابق فما فوق، 90 طابق فما فوق، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، لأن الله أطلعه أن أمته من بعده سترجع كفارا. ما علامة كفرها؟ قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتل، ذبح، تمثيل، تعذيب، إبعاد، تشرد. ويقول عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي 30 الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل، لا يعطون أحدا شيئا إلا أخذوا من دينه أضعافا. العطاء مقابل أن تتنازل عن دينك. لا يعطون أحدا شيئا إلا أخذوا من دينه أضعافا. وهناك أناس فهموا الإسلام فهما معكوسا، فهموه تكفيرا، فهموه تشريكا، فهموه قتلا، فهموه استعلاء، فهموه وصاية. قال عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن حذيفة بن اليمان أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه من أجل منصب، من أجل مبلغ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني إذا جاء مبلغ فلكي مقابل أن تكتب إن الموت كان طبيعيا، والموت كان قتلا، باع دينه كله بهذا التقرير. يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني كان مؤمنا فأصبح كافرا، أمسى مؤمنا فأصبح كافرا، أو أصبح مؤمنا فأمسى كافرا. من علامات آخر الزمان المؤمن لا يباع ولا يشترى. المؤمن رقم صعب، لكن المنافق رقم سهل، له ثمن محدود. في إنسان ب1000 ليرة، إنسان ب1,000,000، إنسان ب5 ملايين، يبيع دينه، يبيع ورعه، يبيع صلاته، يبيع صيامه، حجه، زكاته.
قال حذيفة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، حدثنا في الفتن. قال: يا حذيفة، إما أنه سيأتي على الناس زمان، دققوا، هذا الكلام بزمن الفتنة فقط، القائم فيه خير من الماشي، لأن تكون واقفاً أفضل من أن تمشي، والقاعد خير من القائم، والقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول، يعني أكبر وعيد توعد الله به الناس في القرآن أن تقتل مؤمناً متعمداً، وهذا يقع كل يوم، المؤمنون يقتلون من قبل مؤمنين. القاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الإخوة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن فعظمها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن تتبع الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ما في حل، ما في حل مهما تعددت الحلول إلا أن نصطلح مع الله، لأن الله أعزنا في الماضي بالإسلام ولا يعزنا بشيء آخر. ما في حل إلا أن نقيم الإسلام في بيوتنا، والحل الذي أضعه بين أيديكم بإمكان كل واحد منا. دعك من المجموع، دعك من الأقوياء، دعك من الطواغيت، أقم الإسلام في بيتك، وأقمه في عملك، وانتظر من الله النصر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحل الأول والأخير القرآن الكريم، أن نعود إليه، وأن نعود إلى فهمه من السنة الصحيحة، ومن فهم الأجيال الثلاثة من صحابة رسول الله. فإذا عدنا إلى الله عاد الله لنصرنا، واستعدنا دورنا القيادي، وأصبحنا أعلاماً بين الأمم. أما الآن والله نحن مضغة الأفواه بين الأمم، والله يسخر بقصصنا، نتقاتل، لسنا مؤهلين أن نحكم أنفسنا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالطاعة وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إلزم الجماعة، كن مع المؤمنين، لا تنفرد برأي، خذ رأي العلماء الأجلاء الربانيين الورعين، لا تجتهد من عند نفسك، لا تسبب للمسلمين متاعب لا تنتهي. المسلمون سلمهم واحدة وحربهم واحدة. عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت يا عوف
إذا افترقت هذه الأمة على 73 فرقة واحدة في الجنة. قلت: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كثرت الشرط وملكت الإماء. الأمر بيد النساء، امرأة تزلزل أكبر رجل، وملكت الإماء واتخذ القرآن مزامير، وصارت الزكاة مغرما عبء، والأمانة مغنما، وتفقه في الدين لغير الله، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه، ولعن آخر هذه الأمة أولا. الصحابة الكبار لعنوا، وساد القبيلة فاسقها، أفسق واحد سيد القبيلة، وأكرم الرجل اتقاء لشره، فيومئذ يفزع الناس إلى الشام وإلى مدينة منها يقال لها دمشق، من خير مدن الشام، فتحصنهم من عدوهم. ونسأل الله أن تكون هذه البلدة على منهج الله. وهناك علامات تؤكد ذلك. الحديث ليس في الصحاح، درجة أقل من الصحاح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور صافع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.